السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعي لا كويزين تورك دو سارة وسكان. الوغ التخصص تاعي توجور تورك، واليوم رايحة ندير لكم عن طلب بزاف يعني على لي بريوش سيميت. أكيد اللي ما داقهمش أون تركي شافهم في الإنترنت، شافهم عبر الإنترنت. Ou je sais qu'il y a des vidéos turques qui circulent où vous n'avez pas su traduire les ingrédients. Alors je vous ramène aujourd'hui la vraie recette t'as les brioches simit, les mashhourin bihom l'atrak. عندنا لهنايا 500 grammes. اللي ما عندهاش لو بيترين تنجم ترحي بي ترحي عفوا تنجم تعجن بيديها عادي، يعني ما كاش اشكال. شهي شيء انا برك كي نحب نربح الوقت ندير باللو بيترين، وكيما يقولوا لو بيترين سلك المحايل. الوغ لهنا انا رايحه ندير 500 غرام دو فارين، وعندنا اون كويير ا سوب بيستطليه ماك ماش مايا، يعني اون كويير ا سوب كيما راكم قاعدين تشوفوا هكذا خميرة الخبز. فوالا ونديرو شوية ملح، يعني قيس اون كويير ا كافي. فوالا وبرك هذا ما كان. الوغ رايحين نحركوهم مع بعضهم. درك نزيدو الماء. البريوش هذا تاع لي سيميت فيه بزاف، فيه عدة طرق للتحضير، لكن انا وجدت لكم الوصفة السهلة فيهم. وعلاش؟ باسكو كاين اوسي ان سيميت ا باز دو لويل اي كيفاش يقولوا اي لو اي لو بور، يعني تيريا في سيفيا كاين، وكاين اوسي اباز انجي ايرميك، يعني اباز الدقيق لا سمول فين. فوالا لكن انا اللي مجربتهم كاع ولي عجبني هذا هو، يعني لو بلو سامبل لو بلو تراديسيونيل لا فري ريسيت دي فري ريسيت، هذه لو فري سيميت لين زيت فيه لا، يعني هذوك سي دي ريسيت ريفيزيتي جو فو دير، مي لا فري ريسيت خميره ماء ملح هذا ما كان. درك نزيدو الماء تدريجيا حتى تتلم لا بات، اون فافوار اون بات مول تتلصق في اليدين، يعني بشان هامور لازم. نزيدو الماء تدريجيا لهنا هاي لكم لاباط، هاي لكم هكذا باش غادي نتغاسي دو سا. هاي لكم لاباط اللي حبينا اللي حبيتكم تشوفوها. فوالا هادي فيها 500 غرام، هاي لكم تخرج حبيبات. نخليو لاباط دركا ترتاح ونغطيوها بان فيلم اليمونتير حتى يضاعف الحجم نتاعها، يضاعف الحجم نتاعها. ومن بعد نروحو لو فاسوناج اللي هو كيما على بالكم لي سيميت بلا la mélasse de ماشي لا كونفيتور، سي با لا كونفيتور مي سي لا ميلاس دو دات كيما اللي يديروها الاتراك اللي هي دبس العنب، او هي بالتركيه ماشي هادي لكن اسمها البيكميز. يعني البيكميز هذايا سي لا ميلاس اوسي تاع سي لا ميلاس تاع
تاع العنب، مي سي لو ميم غو، بريسك لو ميم غو. او سي مليحه اوسي، فيها بزاف الفائده، الكحه تاع الدراري الصغار. تخلطوه بزيت زيتون او كسوسوا كيما هذا او بيان لو باكماس. انا بقى لي شويه جو في فو مونتري. الو هذايا انا جايباته من تركيا، عفوا ما حبش يدخل. لا ما حبتش المغرف تدخل. الو فوالا، هذايا لو بيكماس انا باعتينه لي مخدوم في ميزون. هاو ليكم، ميم الريحه تاعو هايله. دونك vous pouvez voir la différence entre le pekmez turc, les voix mélasse de raisin. Haoulikom. Et vous pouvez voir aussi, il n'y a aucune différence. C'est kif kif, la mélasse de date. Haoulikom. Yani nefs chey. Mais le goût, c'est pas la même chose. Voilà. On a pratiqué chouïa barka parce que nous utilisons la bnati qui m'a écouté. Elle est très efficace. Il est très efficace hadaya le pekmez. Donc, je vous conseille l'yatla en Turquie, jibour. Aussi, mlih l'animé, yani nefs el fawaid ta la mélasse de date. درك انايا هذه نروح نغطيها كيما يضاعف الحجم نتاعها، نعاود نرجع لكم. الوغ فوالا، عفوا، ها هي ضاعفت في الحجم. هاي لكم، بسم الله. دركا نروحو على لا ديكازي بهذا الشكل، نحلوها ان بودان كبير. عفوا، فوالا باه نديروها. يعني صدقوني لاباط كيفاش راهي خفيفه، خليتها ارتاحت حتى نضعفت الحجم. فوالا، نقصوها بسم الله. ونديروهم نكوروهم بالشكل هذا. كيما راكم قاعدين تشوفوا لا تيكستور تاع لاباط، هكذا بهذا الشكل. هكذا ولا تحبوا تزنوا الكورية تزنوهم، مي وإنما Bon, c'est pour ça que j'ai un problème d'allergie, c'est pour ça que je fais comme ça. Je suis asthmatique et allergique. Donc, FIFA le safe, c'est la catastrophe. Alors, maintenant, la mélasse de date, yani il y a deux tamr, qui m'a raconté une bonne quantité. C'est bon. Alors, ma chouïa ma. Nharkou ma chouïa ma. Wanzidou chouïa farine. Nharkou
نديرو اون كويير ا كافي. وعلاه؟ باه يجينا الخليط متجانس و vous allez avoir la vraie texture هذيك, يعني لي غران دو سيزام يفون فريمون كولي في لاباط, والحلاوه هذه ويعني اكشي يعني الحماضه هذه تاع البيكماس. جو فو كونساي يلي ساكنين في ليترونجي اللي تبعوا فيا في ليترونجي, سيرتو سيرتو راني مبازي عليكم, اشتي لا بيكماس كو سو راكم في لندن. سام سي ما جو تو في اون غروس بيز. Et d'ailleurs, la vidéo, je la dédie à Om Enes, les tous qu'on fait le Qubba. D'ailleurs, les sémites, le soir, Inch'Allah, ils sont là, ils sont là, Inch'Allah, elle va aimer. Voilà, donc la vidéo, elle est spécialement là. Voilà. Parce que je suis là, quand je vous la vidéo, je vous dis la vidéo, ou il a tout ce qui fait Zahir. Je te fais, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la vraie recette, c'est que vous allez ajouter la farine dans le khalit. Voilà. Alors, khalli hada lahna. On nibda, bismillah. Bon, on a le fatam lahna. ما تنساوش تغطيوهم. فوالا بالشكل هذا. بسم الله. الوغ نسيت حاجه, لي سيميت كيفاش يديروه. دوك نوريلكم لا فغي ميثود. الوغ لا فغي ميثود تقول نديرو شويه برك ما هكذا, شويه برك كيما شفتوني هكا برك, ونديرو هكذا ونحلوه ونحلو, نزيدو شويه برك كيما راكم تشوفوا هكذا. وعلاه؟ باه نديرو الضفره هذيك باه ما تحلش. فوالا. تحبوا تقصوا البودان تاعكم وتكوروه وتروليوه, تحبوا ديروا هكذا. وديروا هك دركا, يعني الماء يلسر اكولي يا بشن بوشكل ده, وديرو هك ما تتحلش كيما الفا سو غونفلي في لو فور. نعاودو اون دوزيام ميثود. فوالا هكدا, ماشي بزاف تحطو الما حتى لاباط تلصق و الفا بيغ لا تيكستور تاعها, يعني ملي تولي باط حك مرحة تولي باط تري كولونت وتولي تلصق في لو بلون دو ترافاي ديالكم هكذا. هكذا عفوا, وتزيدو ديرو هكذا. اللي تلقى لا ميثود ديفيسيل دير هكذا. اكسكوزي موا على هادي كيما ندير باسكو جي فريمون مال على غوش. فوالا ونخليهم هكذا. بون انا جي في بوتيت اون بوتي هكا باه تشهاهم كتر لهنا. حركوا لافارين الموجوده لتحتها. خدمت دي بوتيت وندير دي غروند. بون ندير هكذا. انا درتو في بابي كويسون, لازم في بابي كويسون يا لكاد
وتحطوا شوية غران سيزام بهذا الشكل. نورمالمون تقليوه، مي لا نوفيل فاسون انا نستعملو هكذا، من بعد في الفور يعني يتقلى وحده، يعني يفا برونزي تو سول. تجيبو حوالي 500 غرام. الوغ ديرو هكا، بسم الله، هكذا حلوهم شويه. هكذا زيدو ديرو هكا، زيدو ديرو نفس الشيء. فوالا بهذا الشكل. هكذا كما راكم قاعدين تشوفوا، ونحطوا لهنا. لازم مليح يتغطاو بالسمسم. ديروا هكذا وتحطوا. ونكملوا بهذه الطريقه حتى نكمل لو بلاطو تاعي انا، ونعاود نرجع لكم. او بيان ديروا كوم سا، فوالا ديروا هكذا. تنساو شويه ما هكذا، وديرو هكذا. هكذا كما قاعدين تشوفوا بهذه الطريقه. Voilà. Et voilà la couronne. Je vais la remettre comme une troisième fois. Je vais mettre la farine qui est en dessous. Je vais mettre la première fois comme ça. Je vais mettre la deuxième fois. حلت لي من هنا، مي واش عليه، الا تصرا لكم وفات اوسي باغي تحصلوا على هذا الشكل. درك انا نكمل لو بلاطو تاعي، ونعاود نخليهم يرقدوا، يعني يفون فير دودو، يديروا دودو يرتاحوا، حتى ني فون دوبلي دو فوليوم، يضعفوا في الحجم. و لو فور تاعي ديجا راني مشعلاتو على 160 درجه و 170 درجه. بعد كيما يطحفوا في الحجم ندخلوهم في الفور. سورفيي لا كويسونس تاعهم، يفو فريمون لي سورفيي، باسكو ما نقدرش نقول لكم على 20 30 دقيقه يخرجوا، كل واحد والحراره تاع لو فور تاعو. درك انا كيما قلت لكم نكمل، ونعاود نكسبليكي لكم من بعد. حبيت نزيد نوري لكم برك لو فاصوناج تاع لي ديرنيير كو جافي في. راني نهضر بشويه باسكو بناتي راقدين. بون حلوهم شويه هكذا. بون نتحل لكم لا ما كاش مشكل، لصقوهم برك، اسايي تحلوهم هك. وهذه راسها خشين ما حبتش تتقفل. هلا voilà. هادي essayez تجبدوهم هكذا. voilà.
فوالا نزيدو نحلوهم هكذا. هاولي كوم لو بروميي بلاطو وهذا لو دوزيام. انا درتهم صغار جيسبر كيل فا لي زيمي و درك يزيدو يريحو حتى نيفون دوبلي دو فوليوم يضاعفو في الحجم كيما قلت لكم ونحطوهم في الفور على 160-170 درجة عسوهم في لاكويسون تاعهم خير وخير ونتلاقاو بما واجدين اتوت. اي فوالا لي سيمي تاعنا حنايا راهم واجدين هاهم ليكم كيما راكم قاعدين تشوفوا بصح هادو ما نفزتهمش باسكو جو في لي دوني. هاو ليكم هزيت وحده هاهي شوفوا هاي ليك هاي شوفوا باه تشوفوا لو ريزولتا برك راهو كلش قدام عينيكم. هاو ليكم سي لا فري روسيت تاع لي سيميت ترك سي لا فري روسيت ancienne, à l'ancienne, non revisitée. Donc, nous te mettons la vidéo à dire que comme nous le faisons jamais. Si, enfin, il a mal comme la mélasse de date, nous je me remplace ou la confiture ta le mishmash. Mais ouais, énormément, tu as toujours le même résultat parce que le mishmash, la confiture, c'est une confiture, c'est pas une mélasse. La mélasse t'es voilà, c'est pas le même résultat. Il y a la surface de l'autre, il va être tellement il est sucré, il va être très brûlé. Donc, je fais la cuisson, tu as la melasse, tu as les dates, melasse de date, ah, il est comme. J'espère que tu vas tenir à toi, parce que vraiment, la méthode de elle est très facile, sans beurre et sans l'huile. Donc, non revisité. Alors, excusez-moi pour la voix terrible parce que j'ai un problème respiratoire et tout, allergique. D'ailleurs, il y a un peu de chifa, il y a un peu de chifa. Je vous dis que je suis un peu de chifa. Et nous allons voir, Inch'Allah, dans la vidéo de Mokbil. Parce que ce n'est pas la vidéo de l'akhara. Je ne vous dis jamais l'akhara. Je ne vous dis pas l'akhara, c'est-à-dire les qabil de l'aïd, les drta, l'awashir de l'aïd, le kbir. 2018, on est le mois d'août et l'Aïd l'Akbir, Inch'Allah, le 22. Donc voilà. Shahid Kouf El Jannah, n'oubliez pas de faire un j'aime la vidéo, d'y aller et partager. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Tokri, Riouch? Oh, Nadat Binti Mishinfa, Ayan Angulkum. Arwahi, Goulilhom, bye bye. Arwahi. ما تجيش ما تجيش انتي تقولي لهم باي باي ها ما تجيش هيا حشمو منكم نقول لكم صحه عيدكم اموزيفو بيان اونتر فامي عيدوا على لا فامي تاعكم تقطروا ما تقطعوش صله الرحم اي اون سو دي ان شاء الله هي نوتر اون سو دي ان شاء الله هي نوتر فيديو سيزي تشوكنديني ماكن فيغروش ماكزيره باي باي.